قادر أعيش أكملني شبهه، نفسي صبره على اللي يوجع، نفسي بس في لحظة يرجع. كنت بلقي شعر، قلت ليه أنا بلقي شعر لشعراء تانية وليه أنا ملقيش الشعر بتاعي. فمن البداية ديت ابتديت أكتب قصائد ولقيت نفسي ممتاز فيها. ابتديت أروح مركز الشباب وأتدرب في الشعر لحد ما لقيت مسابقة المبدع الصغير تحت رعاية السيدة الفاضلة انتصار السيسي حرم الرئيس، فقلت أشترك وأجرب. ابتديت أكتب 3 قصائد وابتديت أخش بهم المسابقة، والثلاث قصائد في العالم الواقعي، يعني ما جبتش عن الوطن والحاجات من دي، أنا جبت عالم واقعي، يعني عن التنمر ده شيء سخيف جدا، وعن السوشيال ميديا برضو، وعن الأب عشان أنا بابايا متوفي. لما كنتش يأست من رحمة ربنا ممكن كنت أكسب، فهو ربنا عين لي حاجة دي، لو دي بتاعتي يبقى هاخدها. أقول لي قصيدة المفضلة لقلبي عشان ديت لبابايا وبابايا متوفي. قالوا ميت قلت عايش، هو تفاصيل الحياة قاعد وفارش، ضحكه بيغني في سني، ذكره دايما للوجع حاضر وحايش، طبقه لسه الأكل فيه أحلى وأطعم، قلبي عايز يبقى زي أجود وأكرم، ناس تموت فتموت سيرتها، هو باقي جوه منا أحسن وأعظم، شايفه وسط الخلق يفرح لما بنجح، شايفه حاضن كل إنجاز بيا بفرح، قادر أعيش أكملني شبهه، نفسي صبره على اللي يوجع، نفسي بس في لحظة يرجع، أحضنه فتقوى بيه واسأله وأقوله ليه كل حاجة تكون جميلة عمرها بيكون قصير. أيوة أنا لسه صغير، بس دايما صلته بتكبرني في عيون الحياة، وإنه رغم البعد ليا طوق نجاة، وإنه رغم البعد ليا طوق نجاة. لازم نستخدم السوشيال ميديا صح، وفي ناس بتتصور وبتكون بصورة مهينة علشان تاخد لايك أو شير، لكن الناس المجتهدة اللي بتدور على إفادة للناس ما بتلاقيش حد يقدرها أو حد يسمعها.